بس الجزء الأكبر هو جزء مش رياضي، هو استفدت جه من قيام الليل قبل البطولة، مش قبل البطولة بس، استفدت ده انت جوه الماتش بس بتدعي ان انت اللي تكسب ما بين اللمسة واللمسة، وبالذات لو في ماتش زي ده بتدعي ربنا ان هو الميدالية تكون بتاعتك، فلازم يكون اتصالك مع ربنا هو ده اللي هيخليك عندك السكينة دي على الملعب. فالميدالية دي جت من شغل وتمرين وحاجات كتير، بس هي جت من قيام الليل وسورة البقرة بالذات والصلاة على النبي. الأولاد الصغيرين هو طبيعي إن هما يحسوا بالتوتر، طبيعي إن هما يخسروا، طبيعي إن هما ما يبقوش أبطال عالم من أول بطولة يدخلوها ولا يكسبوا أول بطولة يدخلوها. دي حاجة بتيجي مع الخبرة وإنك تلعب بطولات كتير أوي. لكن لو أنصح أولياء الأمور طبعا إن هم بالراحة على أولادكم، لو خسروا عادي، لو مكسلين يروحوا التمرين عادي، بس يعني الموضوع ما يتقوش، بس لازم تبقي فاهمة إنه في الأول وفي الآخر هو بني آدم مش آلة.